السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بنا جميعا في حلقة من حلقات اللقاءات التفاعلية المباشرة حول قضايا الشأن العام التي تنظمها الكتابة المحلية لحزب التقدم والاشتراكية بمدينة تيزنيت تحت شعار تيزنيت التي نريد. في حلقة اليوم خصصها أطر حزب التقدم والاشتراكي بمدينة تيزنيت لموضوع الإعلام والمجتمع المدني بين السلطة والسلطة المضادة. اختيار هذا العنوان جاء تضامنا مع الحكم التي سبق وأن حكم بها وفيها الصحفي التيزنيتي سي محمد بطعم الذي سررنا جميعا بحكم اليوم القاضي بتبرئته من التهمة المنسوبة 380 من القانون الجنائي. في حلقة اليوم نحن مع ثلة من الأساتذة والفاعلين في قضية من قضايا من الأهمية بمكان الإعلام بين السلطة والسلطة المضادة، قضية تطرح أكثر من لقاءات خاصة في عدد من المنتديات. اليوم سنخصصها لتكون حلقة مفتوحة للتفاعل، للتواصل، للنقاش، أيضا للاقتراح في نهاية حلقة اليوم. ضيوف حلقة اليوم من اللقاءات التفاعلية المباشرة لقضايا الشأن العام نستضيف من خلالها الأساتذة الأفاضل الأستاذ نقيب عبد اللطيف أعمو المحامي والحقوقي والمستشار البرلماني. مرحبا بك أستاذ نقيب. أهلا وسهلا. نستضيف أيضا الأستاذ الحسن بن واري الحقوقي والبرلماني السابق أيضا عضو المجلس الإقليمي لمدينة تيزنيت وعضو مجلس جماعة تيزنيت. مرحبا بك سي حسن. ثم ضيفي الثالث في حلقة اليوم التي سررت بتكليف من إخوة في حزب التقدم والاشتراكية أن أنشط حلقتها اليوم، أستضيف زميلي وصديقي سي سعيد رحيم الحقوقي والمتتبع للشأن العام بمدينة تيزنيت. مرحبا بك سي سعيد. شكرا سي سعيد، شكرا للضيوف الكرام سي حسن. مرحبا بكم، ونتمنى أن النقاش ديالنا اليوم والتفاعل أيضا من قبل المتابعين يكون بدرجة أهمية الموضوع وبدرجة نضج القضية. وبالمناسبة لا يسرنا أن نهنئ صديقنا سي محمد بطعم على نيله البراءة في الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت. سنحاول في حلقة اليوم أن نقسم محاور هذه الحلقة إلى محاور ثلاث. الأول نبدأ بالأستاذ نقيب سي عبد اللطيف عمو المحامي والحقوقي والمستشار البرلماني بقراءة في العنوان. ما الذي يظهر لك من خلال عنوان الإعلام والمجتمع المدني بين السلطة والسلطة المضادة؟ شكرا سي سعيد. أنا بدوري مسرور وسعيد جدا بالمشاركة معكم خلال هذه اللحظة التي نشعر فيها بسرور كبير بمناسبة إطلاق سراح وحكم البراء على السيد محمد المحرم، الذي بالمناسبة لا يسعنا إلا نهنئه على صبره وصموده إلى أن سمع كلمة العدل في حقه، وكذلك إلى أن تأكد بأن وظيفته كإعلامي وكصحفي لها وقع ومكانة قوية في ضمير وفي ذهن المجتمع المدني التيزنيتي وفي وخصوصا على مستوى الرأي العام الذي تعدى حدود إقليم تيزنيت ليشمل كل بقاع الوطن وحتى خارج الوطن.
فهو حدث يطرح سؤال إلى أين نسير في إطار تحقيق المعادلة التي هي معادلة صعبة طبعاً، التي تتحكم في ترسيخ الديمقراطية وفتح المجال لتطورها والتقارب وتحقيق التوازن بين دور الدولة من جهة ودور المجتمع من جهة أخرى كمصدر للسيادة وللدولة كذلك، وبينهما أدوات وآليات التي تسعى إلى تحقيق هذا التوازن واستمراره من أجل تطوره في أفق يطمح دائما إلى التقدم وإلى التحرر وتحقيق السعادة. هذه الأدوات هي التي تتجلى أساسا في السلطة كيف تمارس ومن له يتحكم فيها وكيف تتقاسم وكيف تعالج بين هذين الطرفين الكبيرين. طبعا هناك سلطة في يد الدولة تتسم بالمشروعية، ولكن مصدرها هو المجتمع بحكمه هو مصاحب السيادة. وبينهما الأدوات، هذه الأدوات في مقدمتها إعلام من جهة، وهو الذي يعتبر في اعتقادي المنبر الرئيسي للديمقراطية وللسوق الحرة للأفكار وللرأي والرأي الآخر بشكل واضح في جميع منظومات الديمقراطية التي عرفناها. الأداة الثانية هي التي هو المجتمع المدني الذي يبلور بشكل قد يكون أحيانا متناقضا بفعل الديمقراطية الذي تؤمن حق الخلاف وحق الاختلاف كذلك، وتؤمن قواعد الحوار وسلوكات الحوار. وكذلك في المجتمع المدني الذي يفكر في عمق الأمور وبمنظور مباشر لا يراعي فيها الحيثيات المرتبطة بالطرفية ولا بالجانب الذاتي قدر ما هو يعتمد بجوانب الموضوعية. في بعض الأحيان تنطلق، وهذا هو الأساس، تنطلق في لا حد التطرف من منطلق ومن ثم يكون منبع للتحليل والتحكم والإيضاح والاستباح والاستحاس من طرف الإعلام كجهاز يمارس هذه المهمة العميقة في تحولات المجتمع وتطويرها. الأداة الثالثة تتجلى في الرأي العام الذي ينتهي بتكوين الفكرة وفي بعض الأحيان بالتحرك نحو ممارسة أساليب التعبير عن طريق الإعلام كذلك وعن طريق الوسائل الأخرى التي أقرها القانون كالاحتجاج الرأي كالنقد كالاختلاف. لما يظهر للرأي العام أن هناك تجاوز في هذه المعادلة بين ما هو للدولة من جهة وكيف تمارس الدولة هذه الأمور لصالح المجتمع، أو تجاوز المجتمع نفسه عندما يلغي حق الدولة في ممارسة واجباتها لحماية المجتمع، فيتبلور الرأي العام كسلطة مضادة للمطالبة بالمشروعية الحقيقية التي يجب أن هو الصالح العام هو المجتمع. فهكذا يظهر لي من خلال هذا العنوان الذي طلب منا أن نتحدث بداخله، بأنه حاول أن يجمع بين مكونات الأجنحة التي تتفاعل داخل المنظومة الديمقراطية التي يسعى كل إنسان وكل مجتمع إلى تطويرها باعتبارها هي الحامية، هي التي تمكن الإنسان من التعايش، تمكن الإنسان من أن يعيش حريته وأن يطلق جماح فكره وحلمه وتطوره ليكون في خدمة الصالح العام، ليكون في خدمة المجتمع، في خدمة الدولة،
في خدمة مقومات التي تضمن الاستقرار والديمومة في علاقته مع الطبيعة، في علاقته مع السياسة، في علاقته مع الأجنحة الأخرى، بالشكل الذي يبني قاعدة صلبة واسعة لما هو مشترك بين البشر لتحقيق نسب كبيرة من التعايش، وهي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تحد من التصارع ومن العنف ومن الحروب ومن الاستغلال المبني على الذي تجاوز حد الأخلاق إلى الاستغلال الفاحشي باستعمال القوة. فهذه هي عمق الفكرة الأساسية التي انبثقت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بإعلان العالم لحقوق الإنسان، وما زالت البشرية تسعى بعد ما يزيد عن 60 سنة أو أكثر عن إعلان العالم لحقوق الإنسان، لم تتحقق في جزئها الكبير أو لم تستطيع أن تتوصل إلى إرساء نظام دولي أو نظام كوني الذي يجعل العالم والبشرية تسير في نفس الطموح وفي نفس بشكل متوازي. فلذلك نحن في المغرب وحتى وفي تيزنيت وفي غيرها من مدن في المجتمع المغربي حاضرا بقوة في هذا التطور، وساعيا إلى أن يكون له حظه ومساهمته في تطوير هذه المنظومة لتكون شاملة وعامة. لذلك أظن بأن حديثنا اليوم في أو حوارنا اليوم حول هذه المكونات لهذا العنوان ستجعلنا نستشعر أو نستحضر عدد كبير من الأفكار التي من جملتها ما هو موقع الصحافي في هذا الغمار، في هذا التحول، ما هي إمكانية المتوفرة لحماية الصحفي أن يقوم بواجبه، ما هي علاقة الصحفي بالتنمية، ما هي علاقة الصحفي بالصراع، وكيف يمكن أن يساهم في هذا التحول بشكل قوي يجعلنا نسير في اتجاه صحيح. صحيح أن ما حصل في مدينة تيزنيت سبقه في وضع الدستور المغربي لسنة 2011 الذي هو دستور في الواقع يجب الإقرار به، أقر عدد كبير من الحقوق التي لم تكن مقررة دستورية ولكن تمارس هناك مطلب المجتمع المدني والمجتمع القوى الحية في البلاد تطالب بها في مجال الحقوق، ولكن جاء الدستور يقرها الدستورية وفي مقدمتها حرية التعبير التي أعلن الدستور على أن الدولة من واجبها أن تحميها وأن تطورها وأن توفر لها كل الإمكانيات من أجل الوصول، من أجل جعل هذه الحرية كأداة وكمحور لبناء المشروع الديمقراطي المغربي. ثم الدستور كذلك خلق وضعا وأقر بدور المجتمع المدني كمؤسسة، كفاعل سياسي، كفاعل مجتمعي ضمن الفاعلين الآخرين، مؤسسات العامة الدستورية التي لا بد من إنصافها. لذلك كذلك حملت الدولة عدد من الأعباء من خلال السلطات العمومية التي يأمرها بإلزام ويلزمها بتتبع كل التطورات التي تدخل في إطار بناء المجتمع المدني بجميع أصنافه، سواء متعلقة منها بأنشطة الشبيبة، أنشطة النساء، أنشطة القطاعات المختلفة وإشراكها. الدستور كذلك أقر مسألة أخرى وهو لا يتم احتكار السلطة، فأقر دستوريا المشاركة وبدأ يتحدث عن الديمقراطية التشاركية بمفهومها الواسع الذي تعني الاستشارة والشفافية والمراقبة والمحاسبة والمسؤولية، وهي كلها لم تكن موجودة في الدساتير السابقة التي عرفها المغرب. بمعنى آخر على أن الإطار العام الدستوري أو هذا الذي يطلق عليه العقد الاجتماعي أو الوثيقة الدستورية توفر فعلا إمكانية التي تمكن من أن نقفز قفزة نوعية إلى الأمام بجعل الإعلام يكون في يكون المنبر الرئيسي لتقدم الديمقراطية. أن الوضع الراهن يجعلنا نخاف لأنه عندنا معتقلين إعلاميين معتقلين في لحد الآن هناك ما يزيد عن 5 أو 6 ربما أكثر
اللي كنعرفوه، فبأسباب تافهة، بأسباب لا يقبلها العقل، المرفوضة كيفما كان الحال، لم يحدد فيها الحدود الدنيا باحترام حق. ثم أن هناك تدخل المال بشكل غير محدود، لأدى إلى امتلاك المنابر، وأدى إلى شراء الضمائر، وأدى إلى تحجيم الدور الموضوعي والفعال والرائد. لا أتحدث عن أوصاف تقدمي أو غير تقدمي، ولكن الذي هو دور الإعلام كإعلام في بجميع مكوناته في تحقيق معادلة النشوء. المال أفسد بشكل واضح ويهدد بالإفساد. ثم كيفية استعمال المال على مستويات السلطة حينما تمارس، سواء في جهاز الدولة أو في جهاز النفوذ التي تمارسها بعض المؤسسات، حتى من القطاع الخاص وعن القطاع، وبالتالي تفسد كل ما أتى به الدستور من مفهوم التشارك، من الديمقراطية التشاركية، مفهوم المجتمع المدني كآلية للتعبير ولبلورة يعني المطالب الحقيقية التي مرتبطة بمصير الأمة، وكذلك تحريف الرأي العام والكذب على الرأي العام، وتجعله تبعده عن دوره في قيام بدور تصحيحي في إطار ممارسة السلطة بين الأطراف الأساسية في معادلة السلطة. أستاذ نقيب، إذا كان ممكن سنرجع لهذه الأمور كلها بالتفصيل، لأن لدينا أكثر في المحاور المحورين. أختم. فلذلك أقول بأن الإعلام هو الذي يستند على مجتمع مدني فعال، وإلى قوى مضادة داخل المجتمع تعمل على إفراز ثقافة ديمقراطية. فبدون هذه الثقافة سنبقى متناقحين قادرين على التمكن في أنفسنا، وبالتالي يقوم على المراقبة قادر على القيام بالمراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والتحكم في السلطة. شكرا. شكرا، شكرا لك. نقيب كيزحمنا شي شوية باش ندوزو للمحور الثاني المتعلق بهذه العلاقة التي تربط ما بين الإعلام والمجتمع المدني، ما بين سلطة وسلطة مضادة. نرجع للأستاذ نقيب سيد لطيف عمو، لماذا هذا الجدل دائما بين هذه السلطة وسلطة الإعلام اللي كيتسمى لو سانكيام بوفوار في الدول اللي هي متقدمة ومتطورة من ناحية الممارسة الديمقراطية، وبين ناخذ غير النموذج المغربي اليوم، هذا الصدام اللي كيوقع بين المجتمع المدني وبين بين 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 سلطة الإعلام؟ علاش هذا التضاد وهذا التصارع؟ واش هو ناتج على ضعف كما قال سي سعيد انه ما كاينش احزاب؟ ماشي ما كاينين، كاينين احزاب ولكن ضعف تاثير هذه الاحزاب في الساحه، ولا نتيجة القوانين اللي هي كاينة، ولا نتيجة البيئة السياسية، ولا أيضا هي نتيجة الممارسة الديمقراطية والمناخ الديمقراطي اللي كتعيشو بلادنا، وبالتالي كيوقع ديما هاد التضاد وهاد التصارع بدل أن يكون هناك تكامل لشرطي ليه. في المداخلة ديالك في بداية هاد الحلقة ديال اليوم، تفضل أستاذ. شكرا سي سعيد. أريد فقط أن أتوقف اللحظة لأذكر بأننا في هذه اللحظة نعيش كذلك اليوم العالمي للصحافة سوء الحظ أنه نصيب طعم واعتقل في نفس اليوم، كأنه كبش اليوم الموالي. اليوم الموالي طبعا وين باقي في السبوع، باقي في السبوع ديال حرية الصحافة، يعني متى يبتدئ اليوم ومتى ينتهي بالتقائه مع النبي. يوم هو بين يوم ثالث ويوم عاشر، يعني ذاك الأسبوع فاش فيه الاحتفال وقع فيه ما وقع. ثم كذلك هناك حدث آخر نسترجعه، لأنه هذه الأيام التي أخذها المجتمع الدولي والمنظمة الدولية كرموز للذاكرة مهمة جدا فيما لإحياء أو لدعم وخلق نفس جديد في هذه المعركة التي تكون ظاهرا ومستترا في الدفاع عن الحريات وانتصار الحريات.
لأن هناك أشواط انتصار الحريات في العالم وفي المغرب كذلك، ولكن تتوقع انتكاسات، وانتكاسات تكون سلبية مع الأسف، يتم فيها استغلال الأجواء واستغلال وضع موازين القوى للانتكاسات التي قد ترجعنا إلى الوراء. فهذا اليوم هو يوم شجرة أرغان. شجرة أرغان كذلك مسألة لا بد أن نستحضرها دائما، لأنها هي التي تحمل رمز سرية الوجود والحياة كذلك، خصوصا في مناطق كالمناطق التي نعيش فيها نحن في هذه القارة. فالعلاقة بين الإعلام والمجتمع وكيف تتفاعل في أي أوساط وفي أي ظروف تتم، أشرت إليها بدقة. المشكلة الإشكالية في البيئة، بيئة ممارسة السلطة وواقع الإعلام في هذه، أول من يضحى به أو يتم محاصرته داخل هذه البيئة هي البيئة السياسية. البيئة السياسية في بلادنا وصلت واحد الدرجة ديال لم يعد أحد يفهم ماذا يحصل فيها، خصوصا بعد 2016. سعيد رحيم شار بشكوندكي إلى بعض المعالم الجانب هذا، ولكن صحيح هناك مشكل الوسائط ومشكل الأحزاب السياسية يظهر خصوصا في هذه الأيام. كيف يتم الإعداد للانتخابات؟ وهو عبارة يتم الإعداد عن طريق اصطياد والبحث عن المرشحين في مستنقعات التي تبدت التجربة على أنهم لا يحملون ولا علاقة لهم بمفهوم النخب. كل من يحمل له إمكانيات والقدرات لتعبئة الحصول على أصوات ولكن دون قناعة، وبالتالي فهذا الجو وبالتالي هذا الجو الذي نحن فيه يجعلنا نشعر بأن هذه الأحزاب الآن يعني تنتظر الدور الذي سيسند لها حتى تلعبه ظرفيا تحت ذريعة يعني المحاصرة، تحت ذريعة التحكم في مصير الديمقراطي للبلاد، تحت ذريعة يعني اليد القوية أحسن من اليد أو الأيادي الضعيفة في فترات معينة، لازدياء هذه كله أشياء تبريدية. بالتالي خلقنا واحد البيئة كل صوت يمكن أن يعلن رأيا مخالفا قد يجد نفسه محاصرا إن لم يكن يجد نفسه في عراقيل مثل الذي أشار إليها سعيد رحيم، ما أشار إلى بعض أشخاص كيف تمت متابعتهم وكيف تمت يعني إعداد وقائع وتركيبة الظروف لتبرير اعتقالي. لذلك ارجع الى هذه العلاقه لاقول بان العلاقه بين الاعلام والمجتمع هي ذات طبيعه جدليه، وهي تؤثر ويؤثر عليها، وفي وخلق ظروف سياسيه وطنيه او خلق بيئه سياسية تجعل من الإعلام أن يقوي من قدراته في الانتفاضة والخروج من هذا من هذا من هذه الانتظارية السياسية ليفتح الآفاق نحو المستقبل. فالإعلام القوي إذا محتاج إلى المجتمع المدني، محتاج إلى المجتمع المدني قوي كذلك. فالمجتمع المدني في بلادنا نلاحظ على أنه حاضرا ويتحرك ويمارس مبادرات ويتسع، خصوصا المبادرات التي نراها الآن تتحرك بشكل قوي في البوادي لنستحضر ماذا يحصل في المناطق الشرقية الجنوب الشرقي في مناطق الصحراوية الشرقية إلى آخره وفي جميع المناطق. فهذا شيء إيجابي، وهذا كذلك هناك جانب الذي دخل على الساحة ويلعب فيها الدور الأساسي، وهو المواقع الاجتماعية أو الإعلام الإلكتروني بشكل قوي. يصبح من باب المستحيل محاصرة هذا الإعلام وفي بعض الأحيان حتى الكشف حتى من هم
الإعلاميين الذين يتحركون وينمون هذه الظاهرة. فحركات الفيديوهات مثلا، بحيث واحد يدير الفيديو تيتلقوا تيهدر، في شيء إيجابي، في تجاوزات، في خروج عن أخلاقية، في اعتداء على حرمة الأشخاص، هذا كله صحيح كي، ولكن هذا له أسباب، له أسباب لما تضيق الخناق، ولما يكون هناك محاصرة أو تغيب المعلومة، أو تغيب المعلومة مع بين قوسين على أن هذه إشكالية تغيب المعلومة ودور المعلومة في تحقيق السلم، هو الشعار الأساسي لليوم العالمي الحالي للصحافة. فإذا هذه العلاقة هي علاقة التي تنظم بين السلطات في الحياة الديمقراطية، يجب أن تكون علاقة شفافة وواضحة المعالم. هذه العلاقة الشفافة وواضحة المعالم هي التي كذلك تتخذ لتسويد العلاقة بين المجتمع والإعلام. ومع الأسف كذلك نلاحظ بأن وسائل التأثير، وسائل وسائل يعني الاختراق من الداخل متوفرة جدا بحكم التأثيرات الغير شرعية، التأثيرات المالية بالخصوص. فإذا المغرب ونحن في حاجة إلى إصلاحات عميقة ترمي إلى تحرير الفرد من المجتمع ليكون حرا. بتعبير آخر، أن المستوى المواطنة لدينا ما زلنا نشعر بأنه دنيء جدا، وهذا يرجع إلى فشل المشروع التعليمي والتربوي شيء أكيد، وإلى فشل السياسة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية بالدرجة الأولى، وإلى كذلك توفير المستلزمات وشروط السوق الحرة للأفكار وتقوية أدوار المجتمع المدني ومؤسسات مستقلة ورد الاعتبار للديمقراطية التي تؤمن بالحرية وبالشفافية وبالنقد والنقد الذاتي. وبتعبير أكثر، هناك حاجة قوية ومستعجلة لإعادة النظر في كيفية التي نبرر فيها العقل القادر على الابتكار، العقل القادر على التجديد، العقل القادر على التفكير بشكل إيجابي وجاد بارتباطه. أما العقل الذي نربطه مع الخلف، أو العقل الذي نجعله يجدر ما يعني ثقافة تقليدية محافظة، يعني لا تساعد في اختراق الصعوبات التي تمكن، التي تحول بيننا وبين الاندماج في علاقة المجتمع بمكوناته. في هذه القولبة الإعلام له دور أساسي وقوي، وهناك ذلك يجد محاصرة من سلطة أخرى، سلطة من نوع آخر، قد تكون بيولوجية، قد تكون مذهبية، قد تجره إلى نقاشات هامشية يعني لا تفيد في متطلبات المرحلة. الجانب الثالث، دور الإعلام في إعداد وتشكيل الرأي العام، لأنه الأداة الحاسمة والقوية هو الرأي العام لما يتكون. الآن نعرف بأن قوة الإعلام في الدول الغربية، في أمريكا وفي كذا، هي التي تشكل الرأي العام وتتحكم فيه وتهيئ له بعد تحديد أهداف مرحلية، وبخصوص في ظل رأس المالية المبنية على الاتجاه الواحد، وبخصوص ما يبني على قاعدة السوق وجعل كل شيء بما فيها الأفكار والثقافة موضع السوق بضائع. أصبح الرأي العام يهيأ ويصلح بواسطة آليات إعلامية قوية التي ستصل إلى هدف مرحلي قائم. فتجربتنا لما نرى ما حصل في العالم منذ سنة 1993 بعد جدار برلين إلى الآن، ثم وقوفا عند الأزمات المالية وبخصوص 1908 إلى الآن، وما حصل خلال هذه الفترة بسبب الجائحة، نفهم جيدا فشل النظام السائد المعتمد الذي يعتمد حرية الإعلام بالمفاهيم الليبرالية وذات قيم إيجابية اللي هي من مقومات النظام الليبرالي، ولكن في نفس الوقت عاجز على الذهاب بعيدا في مسار تحرير الإنسان، في مسار تحقيق الحدود الأدنى من حدود الدنيا، من المساواة، وحدود الدنيا من
مأمين التقدم، بمعنى أن الفقر يزداد في الدول الرأسمالية، وهامش يعني البريكاريتي يعني الضعف والهشاشة يزداد، هامش ارتفاع البطالة وانهيار الصدا وتوقف المصعد الاجتماعي وبلورة قوى تكون أقلية 20% تستحوذ على قيمة الدخل العالمي بنسبة تفوق 80%. فمعنى هذا أن هناك خلل في النظام لا يمكن أن يضمن مستقبل البشرية. فالإعلام إذن يجد نفسه في أمام مسؤولية كبيرة جدا، قال لي قد جعلوا الساكنة في العالم، نحن نتحدث عن المغرب، نفس الشيء نفس المعايير، وبالتالي فهذه المقاومة بين الإعلام والمجتمع والمجتمع المدني حاضرة باستمرار. فالإعلام المسألة الرابعة، الإعلام قلت بأنه مسؤول على تشكيل الرأي العام الحقيقي في هنا في إطار ما نرجع إلى الدستور المغربي، وضع قاعدة لحماية الإعلام ليتولى هذه المهمة بشكل واضح. القانون المنظم 83 القانون 83 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر، هذا القانون واضح بشكل قوي بأنه الغرض منه في هو تحديد حرية الصحافة، هذه المادة الأولى منه، والمادة 7 منه صريحة بشكل قاطع بأن التزام الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام وتعمل على الالتزام به، هذا نصوص قانونية ديال المغرب اللي منبثقة من الدستور. فإذا هناك إمكانية للإعلام الوطني باش يقوم بهذا الدور. والسؤال المطروح في هذا المجال، هل المؤسسة الإعلامية اليوم هي ذات السلطة أمامي بأسره وتؤدي وظيفته لصالح مختلف الشرائح الاجتماعية التي تشكله، أم هي أداة في بين يدي جهات معينة ليست أداة في المجتمع كامله، ولكنها تتحكم فيها بالدرجة الأولى قوى السلطة بما فيها سلطة الدولة، قوى المال، سلطة المال المختلطة بالسلطة السياسية، قوى الهيمنة هي الجهات الضاغطة القوية التي تساهم أو تستعملها لخلق الرأي العام لصالحها بشكل يتنافى مع مصلحة المجتمع. السؤال شكرا أستاذ نقيب، غير الوقت كيضايقنا لان خصنا باقي ندوزو للمحور، عندنا مداخلات اخرين ديال الضيفين الكريمين، نستسمح الاستاذ المحور الثالث المتعلق بعلاقه الاعلام بالمجتمع المدني بين هذه السلطه والسلطه المضاده، باش نخرجوا بمقترحات ونخفوها ايضا على المتابعين ديال الحلقه ديال اليوم. نرجع لما قلته الاستاذ نقيب في بدايه المداخله ديالك خصوص احتكار السلطة، لا لأنها لا تكرس الديمقراطية التشاركية. اليوم كاين متفقين كلنا يتفق فيها السياسي والإعلامي والأكاديمي والباحث أن هناك تدخل المال، انطلاق المنابر وشراء المنابر أيضا وشراء الأصوات الإعلامية، وبالتالي هنا ما يسميه الفاعلون في مجال الإعلام طبعا المهني بما يسمى بالرقابة الناعمة للإعلام، وبالتالي كيمشي هذا الإعلام في توجيه واحد القصد غير القصد الذي أسست من أجله. كي يكون هناك الأستاذ نقيب تكامل بين العمل الإعلامي لممارسة هذه السلطة بكل رزانة، أنا أشدد على هذه الكلمة بكل رزانة وبكل تعقل، لأن ممارسة سلطة الإعلام تستوجب العناصر الثلاث: المسؤولية، الحرية، ولكن تكون أيضا مصداقية. المجتمع المدني لاستكمال ممارسة السلطة يكون مدعم العمل ديال الإعلام حتى تكون هناك سلطة إعلام ناضجة ناصحة
موجهة منتقدة كما قلت مصوبة أو مصوبة للسياسات العمومية ومراقبة لها، كيفاش كتشوف خصو يكون الإعلامي والعمل ديال المجتمع المدني كي لا يكون هناك هذا التوتر في ظل هذا الفراغ اللي كاين وهذا المناخ ديال الحرية الذي يستلزم منا ومنكم جميعا أشواط كبيرة حتى نصل إلى ما نصب إليه، وأن نتجاوز الوضع ديال اليوم الذي يجمع الكل على أنه غير مقبول وغير مستساغ، وأنه لن يفضي بناء إعلام ومجتمع اللي هو ديمقراطي تشاركي. تفضل أستاذ نقيب. شكرا. شكرا. أعود لي في سؤال حول الإعلام وشروط ممارسته. يقول بأن هناك تحول كبير في الإطار العام لممارسة حرية الصحافة، هذا قانون، ولكن الإشكالية في مقابلين. الوجه الأول يتجلى في أننا نلاحظ بأن هناك كثير من القوانين موجودة ورائعة على مستوى إطارها وأسسها وشرعيتها، وتستجيب وتتناغم مع الاتفاقيات الدولية وعلى التزامات المغرب وعلى ما أنتجه الفكر الحضاري وما نعيشه. فبدون أن تتحرك الجهات المعنية بنفاذ القانون إلى ضمان تنفيذه وتوفير كافة الآليات والوسائل لحسن تنفيذه، بل بالعكس تضع القانون جانبا وتعطي الأولوية لفعل السلطة لك دورتوريتي، لأصبح ثقافة لدى نظامنا في كل المستويات محليا جهويا وطنيا اقليميا الى اخره. فهذا يتشعب كذلك حتى الى مستويات الفرعيه الدنيا كالادارات العموميه. ومن هنا تاتي مساله احترام المواطن. حتى في هذا الباب هناك قوانين تطورت نسبيا في العمل على احترام فرض احترام المواطن، ولكن لا تمارس على الاطلاق. ونحن سنرى آخر القوانين صدر هو القانون المتعلق بتبسيط المصادر الإدارية، وسنرى كيف سيكون موقف القانون المواطن أمام رجل السلطة وأمام رجل الدولة إلى آخره. زيارتي أو اتصالي ببوطعم اللي بغيت سولته، لماذا اخترت وسيلة الصمت أو الامتناع عن الكلام لما استنطق لدى الشرطة القضائية ولدى السيد الباشا، وكانت نيته أن يسير أن يستمر في الصمت حتى أمام المحكمة؟ وأنا أريد أن أفهم ما هو أسباب ذلك حتى أتفهمه أو على الأقل أنصحه. فأجابني بأنني وجدت في آخر المطاف وخلال مرحلة مسيرة الصحفية لمدة طويلة أن الصمت هو الذي بقي لي كوسيلة من وسائل التعبير. بمعنى قلت يفسر لي هذا الجانب هذا بالضبط شنو اللي يقصد به. قال أنني أشعر بأنني لم أحترم في كرامتي وفي اعتباري كإنساني أولا، وما بالك أن أحترمك كصحفي أو إنسان يحمل رسالة الصحافة للبحث عن التقصي عن المعلومة خدمة للمجتمع ورغبة في تطوير المواطن وإدماجه في محيطه حتى يكون فاعلا وقادرا على الدفاع عن مصالحه. يعني بالفعل هذا رجل وصل إلى درجة نوع لا أقول الإحباط، ولكن نوع من التساؤل مع ذاته، حوار داخلي وجداني مع نفسه مع قيمته كعنصر داخل المجتمع وما يحميه القانون من ما وجد له من حماية مكتوبة، وما الفضاء الذي يعيش فيه والتي تحكمه مختلف أنواع السلطات إلى آخره. فأصبح يشعر بفقدان الثقة، فقدان الكرامة وفقدان الاحترام،
ومن ثم طبعا فقدان. قال لي هذا هو السبب الذي جعلني أصمت إلى الصمت، هو الجواب على الرفض لما للأجواء التي تعيش فيها كصحفي. وهذا رجل عاقل وعارفش كيقول ورأي بليغ. الجانب هذه المعادلة تتعلق بالصحفي بنفسه المرتبط بالوضع العام كفاعل داخل المجتمع، بمعنى أن هناك نقص حاصل في التربية الإعلامية بشكل واضح وتراجع منسوب إخلاقية منها. كذلك ربما نقول عدة تفسيرات، كي تفسير العام المتعلق طبعا بموقف يعني تكوين الصحفي وإعداده إلى آخره، ثم هناك كذلك التطور السريع في مجال الصحافة ودخول هذا الوافد الجديد اللي هو الإعلام الإلكتروني خلخل الوضع في علاقة الصحافة كمفهوم عام في علاقته مع المجتمع، الذي طبع أو ألف أن يشتغل في مطبوع ورقي من صحافة حزبية، صحافة قطاعية، صحافة جهوية، محلية، ورقية، صفراء، بيضاء إلى آخره. ولكن لم ننتبه إلى أن هناك تطور كبير في مجال الصحافة، أصبحت التكنولوجيا تتحكم فيه بوسائل ضخمة، شيء اللي قلت قبله بأنه أصبح الإعلام هو الذي يهيئ الرأي العام ويهيئ التوقعات. أصبح الآن بفعل تطور الإعلام كذلك وتقنياته أن حتى الانتخابات مهددة، لأن الانتخابات الآن ربما سيحل محلها الاستطاعة الرأي، وهذا الاستطاعة الرأي يتم تقدمه في تقدم كبير كل سنة يتم عن طريق تطوير الصحافة. فنحن من هذا ما زال بعيدين، لذلك المشكل هو النقص الحاصل في التربية الإعلامية وتراجع منسوب الأخلاق المهنية وعدم استيعاب مختلف الفاعلين بما فيه طبعا الكفاية للأدوار الهامة التي تطلع بها وسائل الإعلام والاتصال، ليس وسائل الإعلام والاتصال ليس فقط في مجال النهوض بحرية التعبير وحقوق الإنسان، لأنه لا يكفي التغني بحال كنغني بحال الآن كندافع ومكرر، لا يكفي القول بهذا والتغني به، ولكن أيضا في تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يكون الإعلام أداة من أدوات تحقيق التنمية المستدامة، بمعنى أن يحاور المشاكل الحقيقية على المستويات الدنيا. ذكر قبيلة على العالم القروي وحاجية العالم القروي للإعلام والكشف، وأنا أحيي ما يقوم به بعض المجتمعات، بعض هيئات المجتمع المدني الصغيرة والبسيطة في البوادي والجبال من أجل إيصال الصوت المواطنين إلى الفضاء العام. ما بقى شيء يوصلها للجهة المركز يمكن أن يحل المشكل، ولكن يهمهم أن يعرف بقية العالم أشن المشكل. ما يحصل في منطقة الراشدية اليوم بالنسبة عند توزيع الأراضي السلالية وتخصيص الأراضي الشاسعة التي توجد على الحوض المائي للمنطقة على الوادي يغسرسن، الذي الآن فيه احتجاج المواطنين واضطرت السلطة لأنه خصصت هذه وعطيت منحة أو كذا إلى المحدودين دائما بما فيها الذخيرة المائية الوحيدة التي تضمن حق الحياة لساكنة جهة بكاملها. فهذا كذلك لولا تحرك، لولا الإعلام وتحرك المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين للكشف عن هذا المخفي لوقعت كارثة. الآن توقف، فهمت السلطة على أنها ارتكبت خطأ ما في التفريط في حقوق الحياة لمجموعة من كذا، فأوقفت كذا، ومع ذلك ما زالت تمارس ضغوط من أجل رفع هذا الوقت. هذا مثال بسيط الآن، يعني حي ما زال موضوع الحوار. فالحوار والتشاور على المستوى المركزي بين الجماعات الترابية والسلطات العمومية والمجتمع المدني والمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والفعاليات والمؤسسات الإعلامية والصحفية من شأنها أن تساهم كذلك في ترسيخ وسائل الإعلام. وهنا تأتي مسألة تحسين أو تقوية الجانب التربية الإعلامية وتشجيع الصحفي. أنا أذهب بعيدا إلى أن الصحفي
في المستقبل سيكون له تطوير قانون الصحافة، يعني إيجاد مركز قانوني أو وضعية قانونية خاص لحماية الصحافة، لحماية الصحفي من المساطر والممارسات، وخلق معايير التي يجب اعتبارها عند كلما يكون هناك تضييق على الصحافة، حتى لا يبقى الآن المجال مفتوح للتضييق على الصحافة ابتداء من سلطة الدولة وسلطة المال وسلطة الهيئات المؤثرة. فلا بد من تدخل المشرع في هذا المجال. حصل هذا في دول كثيرة لكي تعتبر أداء الإعلامي ودور الصحفي يحتاج إلى الاستثناء. هناك النقابة الوطنية للصحافة وعدد من الهيئات التي تساند كانت تؤطر القانون الحاصل الآن في طبق قانون حرية الصحافة، لعبت دور كبير على الأقل من أجل إبعاد القانون الجنائي عن قانون الصحافة وتخصيص وحصر مخالفات وجرائم الصحافة داخل ما يقتضي به قانون الصحافة، وفي حيز كبير نتحدث وحدد عقوبتها في إطار السياسة الجنائية للعقوبات في الغرامات واستبعد المس بالحريات الفردية. هذا تقدم، ولكن هذا كذلك مع ذلك الشيء الذي جعل الممارسين أو السلطة التي بالخصوص السلطات الاتهام تلتجئ إلى خلق أوضاع ووسائل وسائل ليست من جنس الفعل الصحفي أو الجريمة الصحفية، ولكن من جنس الإجرام العام أو الجرائم العامة، وسائل لتوسيع يدها على الصحفي خارج قانون المحاكمات التي جرت خلال السنتين الماضية التي عرفها المغرب. فلذلك نحن محتاجين إلى مزيد من حماية الصحافة بجانب تقوية التربية ديالو حتى يكون مندمجا ليكتشف أدواره الحقيقية في التنمية وفي التنمية المستدامة، بجانب كذلك دور الدولة في تفعيل القوانين وإلزامها بتفعيل القانون، وهذه معركة من المعارك التي يخوضها الصحفيين. محتاجين بالدرجة الثالثة إلى خلق هذا المركز الامتيازي الذي يجد أو على الأقل مع يحدد المعايير حتى لا يبقى الصحفي معرض للمخاطر. ومن جملة ما يفترض طبعا الانتقال من صراع والتوتر والتوجس وعدم الثقة وسوء التفاهم التي ميزت دوما العلاقة بين السلطة والإعلام، وحتى علاقة بين الإعلام والمجتمع المدني في بعض الأحيان، إنه آخر مطاف ماذا المجتمع المدني يتأثر، لأنه المستوى النمودي أو التركيبة السوسيولوجية والأنثروبولوجية فازلنا نتحدث عن أعيان، فازلنا نتحدث عن مواقع اجتماعية، يعني فضفاضة موجودة في ثقافة تقليدية محافظة ولكن في القانون غير موجودة، فحتى في البروتوكول في هذا الشيء. هذا إلى هذه الاصطدامات وهذه المشاورات ستستمر في علاقة مبنية على هذا الواقع، بعوض أن تكون مبنية على مبادئ التكامل والتعاون مع حفظ كل طرف هامشا على الأقل واسعا من استقلاليته. تبقى مسألة الاستقلالية كذلك الجانب الرابع في ضبط هذه المعادلة، هذه استقلالية الصحفي يجب أن يكون مستقلا ذاتيا، يجب أن يكون يعبر عن قناعاته ليس مسخرا لتعبير عن قناعات الآخرين، يعني مفروض أن يكون في هذا المستوى. هذا هو الصحفي الذي جاء يدير رسميته ويعرف يدير الصحفي، لا، هو الذي يبدع وينشي ويحلل ويفكر ويقود ويطور، ده دور صحفي في قيادة المجتمع. كما يتطلب الأمر في هذا السؤال دائما من المؤسسات الصحفية القطع مع أساليب الواهية والتسلح بقواعد الاحتراف المهني، كذلك درجة الاحترافية ما زال محتاجة إلى التقوية وإلى الدعم من أجل أن تكون لدينا احترافية التي تعني المسؤولية، التي تعني الذكاء، تعني تقدير الظروف، يعني تجنب المخاطر، إدارة المخاطر كذلك بجميع أنواعها، فهذا ما زال ناقصا عندنا. كما أن هناك حاجة إلى تنمية بوادر وفضاءات لتقوية الفعالية والمصداقية
والمصداقية أنت قلتها سي سعيد في هذا الموضوع، مع تسخير الإمكانيات الهائلة التي توفرها التكنولوجيات الجديدة الحديثة، حتى لا نكون صحفيين ضحايا هذه التكنولوجيا، حتى لا يتعرضون إلى الإقبار أو الإطفاء. كثير من الصحفيين وقع إطفاءهم بسبب هذه التكنولوجيات وبسبب إما الانخلاع، يا إما الذهاب بعيدا أو التفاعل بشكل قوي بدون تحكم في مستوياتها، واستعمال الذكاء التواصلي من أجل الوصول لتوصيل المعلومة أو مفهوم المعلومة أو تحليل المعلومة إلى في إطار مشروع وطني، في إطار مشروع وطني سليم وقوي للتنمية. فهذا في نظري الجانب المتعلق بالسؤال ديالك لتكريس حق الحصول على المعلومات إلى واقع. لم يعد هناك أدنى تردد في الأصبح حق المعلومة أو التوصل المعلومة حق لكل مواطن، وما بالك من المواطن الذي يعتبر المعلومة مادة خام في يده يحللها ويوضحها ويخضعها إلى جميع الاحتمالات من أجل الوصول إلى خلاصات تتناقض أو تتنافى مع مصالح جهات أخرى، ويكون في مقابله من يعمل على القيام بنفس المجهود من أجل إقامة الدليل على العكس، وهنا تظهر المصلحة العامة التي يأخذ بها المجتمع. فلذلك الحق في المعلومة لا يلمسه الصحفي في حياته، دائما يبحث عن المعلومة بوسائل خاصة ويعرض نفسه إلى مخاطر أكثر، وهو في هذا الجهاد أو هذا المجهود الذي يبذله الذي لا يعرفه المواطن في حقيقة الأمر. مواطن على شغف يعرفه، اليوم يسمع خبر وغدا في نفس اليوم يسمع نقيضه، ربما من نفس صحفي أو من نفس صحيفة أو صحيفة، هذا شيء إيجابي في حد ذاته، تبادل المعلومات وانتقاداتها. ولكن إغلاق منافذ المعلومات أو الامتناع عن إعطاء المعلومات أو اعتبار الاطلاع على المعلومة أو الكشف عنها سر من أسرار ديال الدولة، هذا شيء لا يمكن أن يكون مقبولا في ظل ما توفر لدينا على مستوى الإطار التشريعي والقانوني في البلاد. شكرا. شكرا شكرا لك أستاذ نقيب، الوقت كيزحمنا، بقات لنا 21 دقيقة على نهاية الحلقة ديال اليوم. لقاء تفاعلي اللي كنشكروا أيضا المتابعين اللي صابرين معنا رغم الوقت المتأخر من الليل في أقل من 4 دقائق، وغنحاول نعطي الأستاذ نقيب وعمو في كل واحد سؤال مختصر جدا، وكان حتى في تعليقات ديال المتابعين ديال الحلقة ديال اليوم. سمعنا عنك الأستاذ نقيب في المرافعة ديال المحاكمة ديال الزميل ديالنا والصديق ديالنا السي محمد بطعم، وإثارة النيابة العامة لصك المتابعة ديال الفصل 380. بغينا غير واحد تعليق بسيط على هذا الفصل 380، لأن غدا كاينة، ماشي غدا يعني ماشي يوم غد، ولكن في القريب العاجل كاين ايضا محاكمه ديال واحد الصديق ديالنا اللي هو سي علي تيسير بنفس التهمه 380 من الفصل 380 من القانون الجنائي. بغينا واحد التوضيح في هذه المساله باعتبار الخبره ديالك في القانون، وصفت ايضا محامي وكذا. هي الفصل 380 من القانون الجنائي هو جاب في سياق وفي باب حماية حقوق المواطنين وحماية المواطنين من محاولة التزييف والنصب والاحتيال. فهو يعاقب من تدخل في صفة عمومية بدون صفة في شأن عمومي، سواء تعلق الأمر بوظيفة عسكرية أو وظيفة مدنية، فهذا واضح بحيث لا علاقة له بالفعل الصحفي. الواقعة الوقائع التي توضع في مطعم هي أنه امتنع عن تنفيذ أمر قضائي بحجب موقعه الإلكتروني، هذا هو الزمن. يعني
هنا عمل صحفي، انا صحفي عندي موقف، حاجه ما بغيت نتيتها، لا علاقه له بالجرائم العامه ولا بموضوع الفصل 380 الذي يشرع لجرائم اخرى لا علاقه لها بالصحافه على الاطلاق. مدونه الصحافه والنشر استاذ نقيب، عدم الملائمه تستوجب فقط غرامه ويحتاج حتى عقوبات سالبه للحريه. مما يؤكد ما هذا الذي اقوله هو هذا الشيء اللي قلت دابا، ان اولا مدونه الصحافه والشرع تقبلها، لان مدونه الصحافه في يعني بعد صراع مرير واخذ ورد وصل الهيئات الصحفيه المهنيه الى مكسب، وهو ابعاد قانونهم ووظيفتهم عن القانون العام الجنائي، لان القانون العام الجنائي يعاقب على يجرم ويعاقب على الجرائم التي تسيء الى المجتمع. الصحافه هي مهنة تتولى يعني صياغة الآراء مختلفة والكشف والاستنباط والتعليق والتفكير وإلى آخره في مجالات مختلفة، بمعنى أنه لتقوم بهذه الوظيفة محتاجة إلى حرية تسمى حرية التعبير. لذلك حتى القانون الصحافة، قانون الآن اللي هو 88 اللي ذكرت عليه قبيلة، يقول بأنه تفعيلا للدستور يقصد يراد بهذا القانون تحديد الإطار الممارسات لحرية الصحافة التي يقوم بها الصحفيين وغير الصحفيين. فإذا المجال واسع، يعني فرق شاسع بين المجال الصحفي والمجال الذي تتدخل فيه المادة أو الفصل 380. أكثر من هذا، بحال اللي قلتي، أن قانون الصحافة صريح في أنه إذا امتنع مدير النشر من الامتثال لأمر قضائي الذي قضى عليه بحجب الموقع، فإنه يغرم بغرامة قدرها 5000 درهم إلى 5000 درهم، بغرامة 5000 درهم التي بغرامة 5000 درهم. هنا تقول وفي حالة الامتناع، قولها نقراها باش اللي كيسمعنا يفهم مزيان، في حالة الامتناع عن القيام بالإجراءات المذكورة يعاقب الأشخاص الواردون في الفقرة الأولى على وجه التضامن بغرامة 2000. تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار إليها في الفقرة الأعلى، وتتعرض كذلك للحجب إلى حين قيام بذلك، بمعنى أن الصحافة التي أمرت بالحجب ولم تمتثل، بمعنى أنها تسترسل في الإصدار، أنها تكون بمثابة الممارسة الصحفية أو الموقع الإلكتروني بدون تصريح، هو 2000 درهم، 2000 درهم يؤديها عن عدد كل عدد ينشر، وهذا بالنسبة للصحافة المطبوعة. إذا صدر حضوريا من يوم الثالث والثالث إلى آخره، فنفس الغرامة أو تتقع على المواقع الإلكترونية. إذن قانون الصحافة حسم هذا الموضوع، حسم، اعتبر أن حرية الصحافة يجب أن تحمى، واحد. اثنين، استحضر هذا القانون الحقوق المكتسبة للمواقع الموجودة أو الصحف الموجودة قبل صدور هذا الحكم، صدور هذا القانون، لأن هذا القانون صدر في غشت 2016، والمغرب يعمل بقانون الصحافة منذ 1958، أي ما يزيد عن ما يقرب من 70 سنة تقريبا، 65 سنة. فهذه فترة 65 سنة غالبية الصحف الورقية وغالبية المواقع الإلكترونية كلها بشكل إرادي، ليس هناك أي قانون يحدد الشروط إلى آخره، وبالتالي أغلب أو كعدد كبير من مديري النشر هذه الصحف الورقية أو غير الورقية يسيرها الناس ربما ما فيهم شروط لاستحضارها الفصل 21 للإحصاء، ولكن هذه ممارسات. كيفاش غادي يمكن لك تجي تمنع واحد الصحيفة
تأسست وعندها التزام وعندها تراكم وعندها موظفين لها وكذا. إذا المشاريع استحضر هذا الجانب ففتح هذا القوس وقال هاد الصحيفة هذه خصها مدير نشر يكمل الملف ديالو ديال التصريح بالوثائق الواردة في الفصل 21 داخل واحد الأجل ديال 30 يوم، إلى ما دايرش سميتو ممكن لرئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بالحجب ليس بالمنع ولا بالإغلاق ولا بالحجب، معناه أنك كتوقف يعني البلوكاج والحجب توقف وتيزي تقول وتزال هذا ويزال الحجب هذا بزوال سببه، بمعنى أقر باستمرارية حقوق سابقة ويقع هناك عطرة معينة قانونية ترفع هذه العطرة نستمر بمجرد ما توضع بمجرد ما توضع تصريح يكون عندك تستمر تلقائيا. فهذا السياق، ومع ذلك جاء في مستوى ثالث ديال هذا الفصل هذه القضية ديال التغريم ديال العقوبة في حالة امتناع الاستجابة للحجب يغرم بمقتضى، بمعنى أن المشرع بغى بشكل واضح وصريح ومركب كذلك لأنه عالج هذه المسألة بتقنيات التي تتناسب مع قانون الصحافة ومع القانون العام الذي يحمي الحقوق المكتسبة. إقحام الفصل 380 في هذا الفضاء هو بمثابة، أنا قلت فيها بمثابة الاعتداء على القانون أو اغتيال القانون تقول إنه ما كاينش باش نعبر على هذا السبيل. فلذلك الحكم البراءة جاء ليصلح هذا الوضع ويرجع الأمور إلى نصابها، وهذا كيفتح كذلك واحد الأمل واحد القوس لتعزيز أو للتأكيد على أن هناك حماية قضائية. حماية قضائية تجي هي الأخير مع الأسف، لذلك يجب وضع آليات للحماية من آثار المتابعة خصوصا الاعتقال قبل صدور الحكم، واستعمال آليات وردت في القانون المسطرة الجنائية كالفصل 74 في غير محلها. جميع الملفات اللي تحدث الآن تمت في إطار صنع حالة تلبس، إلى درجة أن النيابة العامة في قضية 24 اعترفت بأنها وقعت في خطأ، ومع ذلك يعني ذهبت بعيدا إلى تمسك بحقها في الاعتقال. هذا شيء ربما ولهذا قلت أنا من المقترحات ديالي محتاجين إلى إضافة نصوص قانونية في قانون الصحافة أو في قانون خاص لكي خلق المعايير التي يمكن لحماية في علاقة النيابة العامة بالصحفيين. وهذا الشيء كاين في الولايات المتحدة الآن بحيث ما يسمى عندهم القانون ديال الكذب الوكلاء العامي تحت مراقبة قضائية شديدة، ما تيمكنش سلطة تقديرية أو سلطة الملائمة حصرت وقيدت بمعايير يجب أن تكون قائمة وواضحة لأن الأمر يتعلق بحرية الناس. فالآن هذا الباب شرع بشكل لا حد له بشكل في إفراط، يجب تقليصه وتحديده حتى تكون هناك إمكانية لمراقبة سلطة الاتهام بشكل المناسب. شكرا. شكرا شكرا لك أستاذ نقي لضيوف الحلقة ديال اليوم اللقاء التفاعلية مباشرة حول قضايا الشأن العام. شكرا للأستاذ نقيب عبد اللطيف وعمو على المساهمة ديالو، شكرا للأستاذ حسن بنواري، شكرا للصديق العزيز سي سعيد رحيم على كل التفاعل ديالكم وكل الصبر ديالكم وكل النقاش ديالكم وكل الأفكار ديالكم وكل رحابة الصدر في التعقيب على كل آراء اللي كانت طبعا لقاءات كان في لقاء مفتوح. شكرا أيضا لكل الذين واكبوا حلقة هذا اليوم من هذا اللقاء التفاعلي الذي اختير له عنوان الإعلام والمجتمع المدني بين السلطة والسلطة المضادة تضامنا مع معتقل الرأي والصحفي والصديق سي محمد بطعم الذي تم الإفراج عنه اليوم وتبرئته من ما نسب إليه من 380 من القانون الجنائي. أنا سعيد جدا بهذا التشريف الذي كلفني به الإخوة في الكتاب المحلي لحزب التقدم والاشتراكي بمدينة تيزين. أتمنى أن كل مثل هذه المواضيع التي تتصل وتتعلق بالشأن المحلي تكون لها مناسبات ولقاءات وفرص متاحة في مستويات
متعددة وبهذه الوسائط اللي اليوم متاحة في ظل حالة الطوارئ. نتمنى أن الإفادة تكون حاصلة، وأن تقاسم كل هذه الأفكار كانت فيه إفادة للمتابعين، وكانت فيه أيضا رحابة صدر المشاركين. أشكركم كثيرا متابعين ومحاضرين ومشاركين، وإلى لقاء في فرصة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك مبارك. بارك عواشركم. بارك الله عليكم. شكرا لك مبارك. الله يبارك فيكم. الملتقى إن شاء الله. إن شاء الله. عليكم.